مرحبا بكم. يتقال برشا كلام على المستشفى الجهوي بجندوبة وظروفه الصعيبة. مشينا على عين المكان باش ناخذوا شهادات المرضى والمجتمع المدني. قبل هذا باش نشوفوا جهود ناس عملت كل شيء باش تتغلب على المرض وتربطه. مع الناس تبدا توا. ال11 غير درجين نهار كما ليامات الكل، أما اليوم مدام جميلة هكا سميناها قاعدة في الدار، ماهيش في خدمتها، هي موظفة وأم لزوز صغار، حياتها اليوم ما بين قوسين، لأنه حكايتها مع المرض فيها برشا تقلبات. أنت وقتاش عرفت لي عندك المرض هذايا؟ 2005 2005. شكون تسمع عليه؟ عندك فكرة عليه؟ قريت؟ عندي فكرة عليه، عندي خويا الله يرحمه معناها كان مريض بيه، أما وقتها في الوقت نتاعو ما ثماش تريتمون، ما ثماش دواء. الدواء اللي يعالج بيه ما ثماش. مرض مدام جميلة هو التصلب اللوحي المتعدد، سكليروز اون بلاك، وهو مرض مناعي يعطل قدرة أجزاء من الجهاز العصبي على التواصل، ويعطي أعراض عضوية أو إدراكية عقلية. أسبابه غير واضحة، وتنجم تكون وراثية وبيئية. أنت أون 2005 وقت سمعت بالمرض هذايا عندك، شنو خممت؟ خممت إنه حاجة باش تكون هانديكاب في حياتك، ولا خممت تقول مرض نجم نعيش كما يعيشوا الناس بأمراض أخرى؟ من الأول جاتني كيما ديبريسيون وتعبت نفسانياً. تعبت من الأول ومن بعديك بشوية بشوية تأقلمت وقلت بالعكس يلزم يكون قوة ليا. يلزمني نقوى بيه. يلزمني نحاربه، ان كومبا في حياتي. وقتاش بديت تداوي؟ دوب ما سمعت لي عندك المرض وخروا عليا في 2008 بديت نداوي. 3 سنين قعدت من غير ما نداوي. 3 سنين ما نداويش. والحالة الصحية نتاعك وقتها بدات تتبدل يعني؟ ماشية تمشي وتجي، مرة نتعب تجيني باغ بوسي وبرا نولي لاباس. شنو يجي للمريض بالمرض هذايا؟ شنو هي المتاعب الصحية كيفاش؟ المتاعب الصحية ما تحسش بساقيك اللي صار، ما تحسش لي لابوغاتوار فرونسيز اللي لبرا كيما دوايا انا ما خلصتوش وزارة الصحة ما خلصتوش. مدام جميلة انت امرأة تخدم، عندك صغار، عندك دار، دونك تقوم بالمهام هذه الكل بسهولة، عندك معناها اوتونوم انت في حياتك. اوتونوم في ولا عندك صعوبات شوية توا؟ نحاول نكون اوتونوم، اما بالطبيعة عندي صعوبات قدام صغاري اللي بيبي اللي يحب نحاول نكون اوتونوم، نحاول نكون معناها حكيت يمكن شي 70%، وباقي نحس روحي مقصرة. وشنو هو الحل؟ هنا نستناو شنو هو الحل. زوجك وعائلتك يعاونوك يعني خواتك؟ خواتي يعاونوني وربي يقدر الخير. زوجك ليه؟ شنو اللي باش يعاون؟ باش يقول لي هذه ما المهام مش متاعي، باش يشد الصغار. حتى باش نمشي للكيني ما ينجمش يشد الصغار. علاش؟ يقول لي أنا مطلوب باش نشد الصغار، ما يشدش الصغار. يعاونك نفسيا يعني؟ لا ما يعاونيش، ما يعاونيش، ما يعاونيش في حتى شيء. حتى بكلام باهي؟ لا لا لا. ساعات مدام جميلة الجانب النفسي تلقاه أهم الدواء. بون ساعات في برشا حالات الجانب النفسي يعاون معناها، حتى الكلمة الباهية وال أن واحد يغمونت المورال لحد بالطبيعة. وراني سامحني أون أبارونس راني نظر اللي أنا نهز في المورال برشا للعباد ويجيوا لي ويحكيوا لي من الانتوراج نتاعي ومن خدمتي على مصاعبهم ولا متاعبهم، مشاكلهم في الحياة برشا وانت ونلقى لهم الحل معناها. وأنا نستنى في رحمة ربي. عندي صغاري هاكا يهزوا لي المورال، وإن شاء الله ربي يقدر الخير، وإن شاء الله مشكلتنا تتحل ووزارة الصحة تشوف لنا حل، خاطر شكينا برشا وحكينا وحتى حد ما يسمعك. حياتي متوقفة على قرار وزارة الصحة كي تشوف لنا حل. على حاجة اللي هو عندي ولدي يوسف اللي تولد ربما بمشكل في ساقيه في الجنون، إعاقة عضوية دائمة، هانديكاب 100%. معناها كي تولد قالوا لك راهو عنده إعاقة 100%. ملي في كرش لا ماما في الليكو يقول لي الطبيب راهو كذا كذا تنجم تنحيوه، هاك مازلت صغار. قلت له أنا لا ما نحيوهوش على خاطر هو معناها 6 شهور و27 يوم جو كروا حاجة كيما هاك. يا اخي سهل ربي وجا الوليد بالاعاقه. عنده الاعاقه، انا قبلت الاعاقه وهو مازال في كرش امه معناها. خلينا التريتمون من اللي عمره شهر بريسك، من اللي عمره شهر دخلنا مع البروفيسور نتاعو وقات بشويه بشويه نهز فيه للطبيب معناها باللي رونديفو نتاعو اكثر من اللي رونديفو نتاعو. في السبيطار ولا في خاص؟ من الاول تعاملت في برشا جهات، في الخاص وفي ال في ال في السبيطار. معناها ما مشيتش مع الطبيب باللي رونديفو نتاعو. انا في السبيطار هم يعطوا بعد 6 موا ديما لي رونديفو، اما انا تعديت 3 سنين الاولى براتيكمون ولا 6 سنين الاولى ديما بريسك كل جمعه. كان لازم برشا إرادة وتضحية من عماد اللي خلى كل شيء من أجل ولده. عنده صعوبة وديما يلزمه أن معناها واحد مرافق ليه في المشي، خاطر نجم يدعثر لك في كل وقت، نجم يطيح لك في كل وقت. لازم نلعب له على المورال نتاعو. أنت ديما عندك أمل أنه نهار من نهارات باش يولي لاباس عليه. الأمل موجود، الأمل موجود على خاطر يوسف تجاوب معاه كل ما شيء. حبيت وقت يدخل المدرسة يدخل ومينيموم معناها ب 60% معناها يبدا من المرض نتاعو في قلق، يبدا في حومه شعبيه وصغار وكذا. عمل عمليات؟ عمل عمليه هو في الخمس سنين في الخمس سنين. والثانيه على الدي شي في، والثاني عملها في ال 24 افريل اللي فات. فهمتني، خاطر انا في السبيطار قالوا لي لازم في فان 2022. يا اخي مشيت انت؟ يا اخي انا مشيت. شو عملت؟ ما عملت لولدي في الكلينيك. ايش عملت معناها باش جبت؟ ايش عملت انا معناها؟ انا خاطر عايش انا وولدي معناها 10 سنين وحدنا. وحدكم؟ وحدنا يعني ام ديفورسي. جات المراه هذه في حياتي، زوجتك الحاليه. عاونتني بكل ما شيء. كيفاش صرفت؟ منين جبت الفلوس؟ صرفت جناب ربي سبحانه وتعالى. كنت نبيع في طرف دبش في الفيراندا لهنا وولدي بحذايا. قداش تكلف لك هذا الكل سي عماد؟ والله سي سامي كان ما نحكوش فيه المصروف خير، ما نحكوش فيه على خاطر ما حسبناهاش فلوس. نحن فما برشا ناس يتكاو على الدولة. والدولة التونسية كي مش تمشي لها، وانا جربت مشيت مره في 2007 وقت اللي ولد هو، يعني اقل ورقه مش يمدوها لك بعد عام. تصور انت سي سامي، عملت على روحك ولا عملنا على ربي وعلينا. يوسف يعيش مع ابوه وزوجته اللي لقى فيها الولد الصغير ام ثانيه. مدام مروه شو احوالك؟ مرحبا. صباح لاباس؟ الحمد لله لاباس. انت؟ باهي. نحب نسالك على يوسف. مرحبا. ولدك يوسف اليوم؟ ولدي. عندك صعوبة معاه ولا لا؟ لا لا صافا، لاباس كالصغار الكل الحمد لله. كيفاش تتلهى بيه؟ تقريه؟ تحضر له حاجة معينة يحبها؟ كيفاش؟ نقريه، نحضر له ماكلة اللي يحبها هو، شنو يستحق. صعيب انك انت جيت لقيت زوجك عنده طفل، والطفل هذا محتاج عناية خاصة، كان صعيب بالنسبة ليك من الأول؟ لا لا ساهل عادي. أنا كان جي عندي أنا ولدي في الكام تاعو هو، ما نخليهوش أنا هكاكا، نعانيه ونتلهى بيه كان ثما تضحيات من الأول؟ لا الحمد لله لاباس. أي من الأول ثما تضحيات؟ شوية. برشا وقت، برشا لهوة. أي لازمو لهوة، لازم واحد يتلهى بيه وبوه ديما متفرغلو. أي بوه زادا لاهي بيه وأنا لاهية بيه والحمد لله. ما عندكش صغار أنت؟ لا لا مازلت. أما يوسف ولدي. يوسف وينك؟ لاباس؟ هذا متصورك، يعني بوك صورك من عمرك تقريب 4 ولا 5 سنين حتى لليوم. ها؟ يحبك برشا؟ أنت مقدر شنو عمل بوك بالنسبة ليك؟ شنو عمل؟ دواني الهبي. دواك تلهى بيك، ما سلمش قال لا ولدي مريض لازمني انا معناها هذاك هي القدر. شنو حب؟ معناها حب انه يوري انه كي تلهى بيك ويثابر ويعمل مجهوده ينجم يوصل للنتائج اللي انت فيها اليوم، اللي انت ما عندك حتى شيء تقريبا. ما عندي حتى شيء. لاباس تمشي وتجي تجري مع اصحابك، تلعب، تزين القسم. الحمد لله. زينت القسم قالوا لي. يوسف انت اليوم معناها كي نشوف انا هذه مثلا البروتيز هذه كنت تستعملها وقتاش؟ فين عمر تقريبا؟ بعد ما عملت العمليه الاولانيه. بعد ما عملت العمليه. عوامل تالي معناها. اليوم ما تحتاج لهاش. لا. ما تحتاج لهاش. لا. باهي. ما نحتاج لهاش. فرحانه اللي انت مش محتاج حتى شيء. فرحان. فرحان. تمشي تجري. فرحان. انت هوني في الدار معناها مركز في القرايه، مركز كذلك في حاجات اخرين، عندك حاجه مغروم بها، تعمل سبور، تعمل حاجه؟ سبور مش طاول. الجمعه الجايه. الجمعه الجايه كيفاه؟ شو باش تعمل؟ تران. فاش؟ بوكس. بوكس. وشفناك قبيله على الماشين هذيك. شنو تعمل هذيك؟ تقوي لي عضلات. وسألنا يوسف على الكلام اللي يحب يقوله لبوه. استنى فيه حتى يخرج. باهي. هاي قولي لي انا. نحب نقول هو يعطيك الصحة اللي تلهت بيا. وتعبت عليا. وجقت عليا. انت نهار اخر كيفاش ترجع له هذايا؟ نجم ترجع له نهار اخر حاجات باينه مثلا تتلهى بيه، تفرهدوا كي يكبر، تخرجوا ها هكا ولا؟ هكا؟ هكا. في المدرسة يوسف تلميذ محبوب من أصحابه ومعلميه، يبذل مجهود في القسم ونتائجه في تحسن متواصل. هو كيف تشوف يوسف يظهر عليه اللي فما انكادرومون يعني فاميليال، معناها متكامل، يعني تشوفوا نظافته، لبسته، قرايته، زاده خدمته الي اجور تبارك الله عليه في القرايه، عادي يركز وذكي ويكبتي برشا معناها في الكلاس، وكحضوره يعني عنده حضور يعني خفيف، يعني في القسم تحسه خفيف. يوسف عنده فولونتي كبيره، يعني كي تشوفه تقول بورتون عنده لوبستاكل الفيزيك هذاك وما اثرش عليه، بالعكس خلاه انه يكون كيف صحابه، يمكن حتى خير من برشا معناها اخرين. والحمد لله معناتها نتائجه في تحسن بين اول العام وتويك ماشي ويتحسن، وانا جو فوا انه باش يوصل هكاك ويمكن باش يكون اكثر. يعني نصيحتي ليوسف انه يبقى ديما السوريون وديما كشخص اللي يحب يعيش، يعني يحب ينجح، يحب يوصل. التقينا الطبيب المباشر ليوسف واللي تبع في حالته من اللي تولد. نجم جوزها غراس العنايه نتاع الانتوراج نتاعو والفاميلي وبوه خاصه ديما حارس عليه واللي يوقف معاه باش نجم تعدى الكاب ولا اوتونوم معناتها سو بلان فونكسيونيل. نتبع فيه ملي تولد، ملي نوفو ني، على جاني اول مره على مشكل نتاع بيبو دونك مشيرتين، هو بريماتوري زاد عنده مشكل نتاع بريماتوريتي. دونك بيبو دميناه في مستشفى الاطفال بالجبيره دي بلاتر، بعد عمل لابارياج معناتها صباط سبيسيال لبسو بوندون لونتون جوسكو بوندون بيريود دو 3 ans داكوردو، ومن بعد سوكي بيرمي باش نصلحو دي فورماسيون نتاع ساقيه نتاع بيبو. اما بعد مع الوقت ظهرت اللي عنده مشكله اخرى اللي هو مشكل نتاع شلل دماغي مربوطه بالبريماتوريتي نتاعو، معناتها مرض نتاع اعصاب اللي هو خاتم بيبو، دونك عنده زوج مشاكل ديفيرونت. وشلل دماغي تنجم تقول اصعب خاطر البيزون شارج نتاعو اصعب، تطلب برشا وقت، تطلب ريدوكاسيون، تطلب ابارياج ميديكال، تطلب جراحه ساعه برشا مرات على برشا مراحل. دونك هذاك اللي صار عند يوسف، خاطر دونك عمل عمليه اولى على ساقيه وكل عمره ممكن 3 4 سنين، معناتها خاطر فما حوايج بان في ساقيه جديد وتصلحوا بعد الحكايه هذه. وبعد مع الوقت وقت اللي كبر وقت اللي خلط سن قريب ياخذ سن البلوغ نتاعو معناتها تو في البيريود هذه عمره 12 سنه، ظهرت مشاكل اخرين على مستوى الكيب اللي طلبت زاد عمليه اخرى عملناها عندنا 6 7 شهور. شفتوا تحسن جراس على ريدوكاسيون، خاطر العمليه في حد ذاتها ماهيش حاجه كبيره على سو بلان تكنيك، مي سورتو لا بريز ان شارج من بعد ريدوكاسيون كبيره اللي قام بها بو، كل يوم يمشي فيه الصباح يهزوا معاه يوقف معاه ريدوكاسيون مالغري لي مويان نتاعو ماهمش كبار برشا. مالغري سا تحسن بالكدا، معناتها شفتو اخر مره في العياده الخارجيه ممكن عندي جمعه، وفما تحسن بالنسبه اللي كان قبل. بيان سور ماهيش 100% خاطر المشكل الاساسي قاعده اللي هو الشلل الدماغي ديما موجوده فهمتني، اما بالنسبه لقبل فما المشي نتاعو تحسنت من غير ما الرعايه نتاع العائله نتاعو ما نجمش يتجاوز المشاكل اللي عنده، سواء المشكله الاولى نتاع البيبو ولا المشكله خاصه الثانيه نتاع المشكله نتاع الشلل الدماغي. خاطر البيبو لازمها واحد لازم برشا ماشي وجاي على السبيطار، ولازم تحرص على الصغير باش يلبس الصباط نتاعو ولا ساعه ساعه. فما اولياء يخافوا يقلقوا منها خاطر مده طويله فهمتني، وصغير زاد ما يبداوش متفرهد دونك ينجموا ما يحرصوش على لبسان الصباط. ديما يجي في العيادات نتاعو معناتها تطلب برشا وقت، برشا مرات في العام يجي للعياده نتاعو يبدلوا الالات وقليل لازم يتبدل فهمتني معناتها واقف على ولده، وخاصه المشكل تشال الدماغي اللي هي لازمها اكثر برشا لهو لازم ريدوكاسيون معناتها مده اعوام. يوسف في بالكدا يقرب بالكدا داير ما عندوش حتى بروبليم نتاع غوتاغ انتليكتويل ولا حاجه هكا، يفهم ويستوعب ويقرا مليح ويلايل ومتميز بحسب ما حكى لي بوه في القرايه دونك ما عندوش حتى مشكله من الناحيه هذيك. عزيزي نعم كيفاش قبل كنت تتعامل مع با وكيفاش؟ نتعامل معاه نلعب ونبصر عليه نشري له حاجه مالا كيفاش. هي ثلاثة حاجات شرطهم عليه، ما نحبش السرقة، ما نحبش الكذب، ما نحبش تعدى على ذاك حدك حد روحك. هذاك اش نحب عايشتهم كل هكاك. ليك نحب شكل الحكايات هذيك الكل زين خاطر انا والدي عايشني هكاك. عائلة يوسف ومدام جميلة هما مثال على انه المرض صعيب صحيح، لكن مقاومته لازمة والتغلب عليه يتربح باش حب الحياة ينتصر في الاخر.